اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، الماتش اللي جاي ماتش صعب جدا، كيف يستطيع ان يدير مارسيل كولر هذه المباراه؟ بص يا كابتن اسلام، هو يعني طبعا اتكلمنا عن مسانده الجمهور وكل حاجه، لكن احنا بنتكلم بقى هنا جوه يعني الملعب. هو خلاص، يعني انت عارف بقى بلغه الكوره، خلاص الدفتر اتقفل. المباراه الثانيه دي هتعتمد على روح الفنانه الحمراء، هتعتمد على دوافع اللاعبين، التركيز بقى طول السنه اللي هم عاشوا فيها، عيني صراع بين سفر ونزول صحيح. وطلوع، هيتوج خلال ال 90 دقيقه دي. فبيبقى اللعيب عنده شيء من التفكير، شيء من التركيز، ان هي 90 دقيقه لازم اطلع فيها كل اللي عندي من موهبه بقى، من لياقه، من مهاره، من احتكاك، لان المباراه صعبه. هما بيجيدوا، الترجي بيجيد انواع الدفاع مدرستهم، وفي نفس الوقت بيحاول يعتمد على حاجه في الشكل الهجومي، على حاجه ثابته، عنده عنصر طول، كورنر، فاول جانبي، حاجات من دي يقدر شفناهم يقدروا، يعني ما نتمناش طبعا يكونوا مؤثرين بشكل كبير. لكن مستر كولر الفتره اللي هو قبل المباراه التحضيريه كلها حاجات صغيره، عباره عن بس استشفاء مع حاجات تقسيمات صغيره، مع مراجعه على حاجات ثابته. مهم جدا يا كابتن اسلام ان انا ابدا المباراه في اول ربع ساعه زي ما احنا اتعودنا وتوارثنا في اجيالنا، ان التلت ساعه الاولى مهمه جدا بالنسبه لنا نجيب فيها جول. فكل شغل الشاغل هيبقى مع مستر كولر واللاعبين، حتى في التكتل اللي موجود الدفاعي ده، لكن لازم اكون عندي كثافة عددية في التلت الهجومي، عندي زيادة عددية، الكرة تبقى موجودة بصفة أساسية في تلت ملعب الدفاعي للترجي التونسي، عشان أقدر أغلطه بفاولات، أقدر أغلطه واحد ضد واحد، أقدر أغلطه بضرب جزاء، أقدر أغلطه بكروس عرضي، أقدر أغلطه بتصويبات من خارج ال 18. دي كلها حاجات مهمة جدا بالنسبة لنا نقدر نغلطه فيها ونقدر نضغطه من خلالها. كمان لما تجيب جول في الفتره دي، تاكد ان الجول ده هيفرق معانا بشكل كبير. في نفس الوقت هو ما عندوش حاجه هيبكي عليها بقى، هيضطر ان هو اوريدي ان هو يبدا يدفع بخطوطه. في نفس الوقت عنده مشاكل في خط الظهر، احنا شفناها حتى كمان وهو في ملعبه، وهم قريبين من بعض، هم قريبين من يعني بعض. انت اساسك في هذه المباراه ان انت تحرز هدف. بالظبط، هو هدف مهم جدا بالنسبه لي. وفي نفس الوقت بعد كده تعليمات مستر كولر بعد الهدف، يبقى انا عندي تنظيم في الثلاث دقائق اللي هم بعد الهدف، تنظيم دفاعي في سبيل، انت عارف بيبقى مردود فعل الخصم ان هو عايز يعوض الهدف. فممكن الترجي باختك في الثلاث اربع دقائق دول، مهم قوي التنظيم الدفاعي يبقى موجود على اعلى مستوى، ونبدا نحضر من جملنا التكتيكيه وشغلنا الهجومي، ان احنا نقدر نزود هدف تاني. الهدف التاني بلغه الكوره اسلام، وانت عارف، لا بيقضي، بيقتل، بيهمد الخصم بشكل كبير جدا. بعد الهدف التاني بيضطر بقى ان هو بيفتح خطوطه، طبعا الامور تختلف تماما. فهتبقى صعب عليهم ان يقدر ان هو يعوض او يقدر يسجل هدف في النادي الاهلي. وكمان مهم جدا يا اسلام انك انت طوال المباراه زي ما عملنا هناك نجيش في الجول. يعني طوال المباراه الحته التنظيميه الدفاعيه نبقى على يقظ، واللعيبه كلها مركزه، واللعيبه كلها يعني تاخد بالها من الحته دي. طول ما انت 0-0 او طول ما انت ما بيجيش فيك، احنا عندنا من الملكه وشفنا في الدقيقه 90 نقدر نجيب، في 91 نقدر نجيب، في 92 نقدر نجيب، في الوقت الضائع نقدر نجيب. ودي الحمد لله رب العالمين احنا متوارثينها من بعض جيل ورا جيل، يعني فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتطمن. يعني اول ما الراجل بيرفع مثلا، الله يقدر وما تمناش يعني، ان 0-0 ويرفع راجل مثلا 6 دقائق 7 دقائق وقت بدل ضايع، تاكد ان لعيبه النادي الاهلي تقدر تجيب في الوقت بدل الضايع ده هدف وتقتل بيه المباراه. برضو عندما ترى فريق الترجي، فريق الترجي بيعتمد على البلوك ديفنس اللي هو الدفاع القريب القريب من بعضه. انت كنادي اهلي ازاي بغض النظر عن الاسماء، ازاي تقدر تفتح في هذا التكتل؟
اولا الاستحواذ اللي احنا اتعودنا عليه والبساط اللي هي المؤثره اللي في الرجل اللي بيبقى عددها بيزيد من 10 15 باص، ده بيدي نوع من الثقه لعيبه النادي الاهلي في الاستحواذ. وفي نفس الوقت كابتن اسلام لما بتبان ثغره بتبدا تحط فيها الكوره، الثغره اللي بتبان بتبني يا اما على الاطراف، بيبقى انت عندك الشغل على الاطراف من ناحيه الجنب اليمين والجنب الشمال، وبعدين بتقدر تنهيه بكورسات العرضيه اللي بتبقى مؤثره بشكل كبير جدا على دفاعات الترجي. احنا عارفين ان الرباعي عندهم في حته الرقابه والميلان والتغطيه واضح قوي ان هم عندهم عدم تمركز وعندهم ضعف في الجزئيه دي. حتى الاجوال اللي بتيجي فيهم يا كابتن اسلام بتيجي يا اما من العمق يا اما بالكورسات العرضيه اللي هي بتتعمل ورا المدافعين. كمان عندنا مهاره، عندنا عبد القادر عنده مهاره، حسين الشحات عنده مهاره، تاو عنده مهاره، كهرب عنده مهاره، وسام عند بيجيد العاب الهواء برضك. نقدر نركز على الحاجات اللي فيها الكورسات العرضيه على طبعا على وسام، لان وسام بيجيد العاب الهواء ممكن يقدر يجيب لنا جول بضربه راس. عندنا التصويبات اللي من خارج ال 18 دي برضك مهمه، عندنا امام يقدر يصوب، عندنا حسين الشحات، عندنا تاو، عندنا لعيبه كمان بتجيد التصويبات من خارج ال 18، وكمان ده مفتاح من ضمن المفاتيح لازم نلجا ليه في المباريات اللي فيها التكتل والدفاعي بهذا الشكل. الحاجه الثانيه عندنا مهاره، المهاره دي واحد ضد واحد نقدر نخترق وهم عندهم ضعف بشكل كبير جدا في اطرافهم، نقدر واحد ضد واحد ونقدر ناخد ضربات جزاء في مباراه زي دي. فعندنا من الجمل التكتيكيه اللي مستر كولر بصراحه شغال عليها مع اللعيبه نقدر نستغلها في هذه المباراه، لان المباراه لازم تطلع كل اللي عندك يا كابتن اسلام من جانب بدني، من جانب مهاري، من جانب تكتيكي، من دهاء بقى وذكاء لعيبه النادي الاهلي في حته التلت الاخير ازاي تغلط دفاعات الترجي. النهارده شفنا في نهضه بركان كل شويه عمالين يقعوا في 18 عايزين ياخدوا ضربه جزاء، وفي حاجات كانت فيها مشكوكه، يعني كان ممكن النهارده نهضه بركان يقدر ياخد ضربه جزاء كان ممكن ينهي بيها المباراه. فبرضك من ضمن الحاجات اللي عندنا لعيبه عندها المهاره دي، تاوي يقدر، عبد القادر يقدر، حسين يقدر جوه ال 18 يقدر ياخد ضربه جزاء، امام هو جاي من تحت يقدر ياخد ضربه جزاء، دي كلها حاجات طبعا لعبتنا عندها مهاره بشكل كبير جدا نقدر نطلعها في مباراه زي مباراه الترجي. هل من الممكن ان نرى تغيرا في التشكيل؟ ما افتكرش يا كابتن اسلام، هو بس يمكن طبعا اصابه علي معلول اللي احنا بنتمنى له الشفاء العاجل، لان علي معلول من اللعيبه بصراحه المؤثره جدا معانا اذا كان خارج مصر او داخل مصر، دي كانت مبارياته اللي هو بيحب يلعبها وبيجدها بشكل كبير. لكن انا شايف ان ممكن يبقى عمر كمال، لان برضك عمر خارج الافريقيا، لا يعني اسف يعني ممكن دبيس دبيس او كريم فؤاد، ويعني كريم بصراحه ادى يعني، لكن احنا برضك محتاجين حد برجله الشمال عشان يقدر في الكورسات العرضيه. طبعا لان زي ما قلت في اول كلامي ان احنا عندنا 70% يمكن 75% عندنا شق هجومي صحيح، فمحتاج اطرافك تبقى موجوده ومستعده بشكل كبير جدا. ناحيه الشمال يبقى بيجيد الدبيسي برجله الشمال، اذا كان محمد هاني بيجيد برجله اليمين، محتاجين اول كورسات العرضيه اللي بتعمل تاثير بشكل كبير جدا، وهم عندهم مشكله بيعاني منها حته الكورسات العرضيه، ما عندهمش التمركز السليم اللي يقدروا يتعاملوا معاها بشكل جيد. طيب رسائلك في النهايه بقى للمنظومه كامله. انا معاك، احنا قبل ما نطلع يمكن في الفاصل انت اتكلمت على حته الثقه الزائده دي، احنا يعني مش عايزين طول الاسبوع ده نبدا نقول ايه يعني نضخ في لعبتنا ونقول ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا ننهي البطوله على ملعبنا. احنا عايزين نقول لعبتنا زي كل تيم داخل ملعبنا وخارج ملعبنا ازاي نحترمه، رقم واحد نحترم اللعيبه ونتواضع بشكل كبير، وفي نفس الوقت التوفيق وعدم التوفيق نتمنى التوفيق ان شاء الله يكون في حليفنا، وكل فرصه بتيجي يا كابتن اسلام ازاي نستغلها صح. فان شاء الله يا رب اقرب فرصه لينا نقدر نسجل من خلالها، وان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب خلال ال 90 دقيقه نقدر نفرح كل الملايين الاهلاويه اللي منتظره ان شاء الله هذا اليوم، وهيبقى طبعا المره الخامسه بالنسبه لنا، هيبقى عيد كبير جدا احنا كمان تاريخ لينا وتاريخ لهذا الجيل
انه يحقق هذه البطوله بتكتب في تاريخنا وتكتب في تاريخهم، وده شرف لينا وشرف للكره الاهلاويه كمنظومه، مجلس اداره، جماهير، جهاز فني، لعيبه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر، ودايما بنستمتع بوجود حضرتك معانا. شكرا لك يا كابتن اسلام، والتوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن ماهر. هنطلع نشوف هذا التقرير عن عوده النادي الاهلي مره اخرى.